إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عصر روحه قبل أبنية كتابك العربية بين يديك جزء اللباد حاشد صدح بقولي صدح يا سديتها استيعاب وفهم جود ولا فهم يو قراءة دي حرطة هيدي نصو آخرين أي تدريب واحد لا يلزك الكوبات ضع واحد يقطع علامة صواب علامة الصحرة أو علامة خطأ أو متخلط كذيك هذا لا تصوص عضو وحي خلدن خلط صار وحي صحنا صح صار ثم صحح الخطأ وحي خلط أصار تأذقو سصحة أو قر الصواب وحي صواب كذا صحنا حقن قوة قر واحد تحول وحلو بدلا أمل له رجاء أشعة الشمس فلارها عدد وحلو بدلا إلى طاقة ميكانيكية تمر يأود حق التكنيكال كيف فرسمضاء تاسوا قرد والله ما دقي وحلو رجاء إلى طاقة كهربائية وحرارية لابد وين نكون قرطاء إن لقد قمت ليلة أما كليل وعدد فلاره هذا يتين أن تحول وحلو رجاء أشعة الشمس فلارها عدد إلى حرارة كليل بالله بدلا تستخدم اللغو أذيك سيدو اللغو استعماله في البيوت قريها تاسواسع ثلاثة الرياح ضبايله حكم بدهين من أنواع الطاقة قيبها تمرتا الميكانيكية حق مكان كلكا أما حق فرسمضة أي كم بدهين تاسواسع يقو حوي الطاقة الميكانيكية بكترتا ضبايله أربعة الطاقة الحرارية طاقة الله إله دو طاقة أما تمرت كليلكو تشغل وحي هول قريسا الضواحين مكينة دها الهوائية هو دو كشقية تاسنا هو غلط هو كشقية كليلكو مشقية قواس مروحة دو كشقية خمسة الطاقة الميكانيكية تمرت حق فرسمة دا كتما دا أما هنقطة تضويلها أما هنقطة تبيها مستر للتلوث وهل كي كسوا بحان وستخوض إيان دولك أي كدعه بوليوشن وحلا إلى هذا تاسنا هو قلد ويدوى مستر نظيف وحوسيخ مرها تفرسمدو سيدا كايمان إسلام مثلا طبيلها إيو بيها إيا كايمان تدريب تاني ليلس كاللواد اختار دوراء الجواب الصحيح جواب تصحر آدقو دوراء حلا وحدكو حلا نسا بوضع دائرة قوبات قليليسا حول الحرف المناسب حرف جوابتي سو اي صحته هي غوبا غري واحد الاجهزه قلبك التي تمتص قلبك نوغا اي موتصده على شعتها فلاارها عبعيده وتحولها دبيدنا او روغا كدغا الى كهرباء ان لايد كدغا تسمى واخ لا يهدا ايغدا قلبكاسي نوغا واحد تيارن قلقل با لا قلقل واخ لا يهدا خلايا انوغيا لا يهدا وبعض جيم طاقة تمر بالايلا وحد قادنسا بعض تحيسا خلايا وحد لدى انوغيو نوغة فلارها عديدة ودبادنا اروغة تمر حق الليد و لوحيه دلديقو قريها دوشو عدد قرد عدو انوغيا كتري نوغية كلالكي فلارها عديدة نوغية دبادنا وحد اروغة الليد قريقا لغو شتو او افتيمية اما بيها لغو كلاليو أما حد يلا دوانا وحلقو كاويدستو أما كعنطة لغو كريم مشين كلا قليو نوعية كلا دوار أما قسالة لغو رقاتيو أما كوالو كلاغو حالو وحي دوان تانقود الضاقة تمرت التي تكتسبها الأجسام تمرت أي كهران والحها أي والحوفة هران وفتحرك الأشياء أشياء دا رقاتيسة والحها مثلا شيئا قاريقة هنقطو ديارة دا هنقطو مركب هان نقطو وحكس هان نقطو وحادا قاشيه طاقة تبال على ميكانيكية تبال على وطاقة حقا فرسمدا تمر حقا فرسمدا
ba arriyah waa tamar xagga dabeylaha ah jiim almiyah waa tamar xagga biyaha ah waxa taxaysa alifka waxa la yiraahdaa taaqatu mekaanikiya walxaha waxan dhaqaajiya sida baabuurta sida maraakibta sida tareenada sida diyaaradaha waxa la yiraahdaa taaqa mekaanikiya waa mid xagga farsamada ka timid ثلاثة الأماكن مالها التي تنتج مالها لقصو صار فيها مالها الطاقة الكهربائية تمرت حق الله يركها تسمى وحلى هذا ألف محطات التوليد حرمها دلنتا تمرت الله يركها لها بحق كرت الله قدر ليه ب محطات الكهرباء وحلى هذا حرمها تمرت كرنتا جيم بطاريات وحلى هذا بيتريو تبين مركها قادنا هنا waxaa maxataatu tawlid wa xarumaha dhalinta korontada ayaa loo xog koronto laga dhaliyo taas la saxaya oo alifka ah alifka ah arbaa taaqatu lati la tulawithu albay'a ee tamarta aan wasakhaynin deegaanka iyo dhulka aan wasakhayn hiyeyd waxa weeye anaftu alif anaftu waa shidaalka ba alkaharaba ma waxa weeye waa leerka jiim arriyah waa dabeylaha taadaba sheenu qaadanayna dabaysh waxa uu si xoog ka dhashaa oo qulun iyo qiiq midina kama yimaado khamsa mu'dhamu wasa'il an-naqli inta badan gaadiidka wax lagu raro ee laysugu goosho laha muharikatun wax intooda bedelayeen mashiino tastaqdimu adeegsata ad-daaqata tamar bay ku dhaqaaqaan tamar baa mashiinada dhaqaajisa ama diyaaradaha saarnaadaan ama maraakibta saarnaadaan ama baabuurta saarnaadaan ama tareenada saarnaadaan mashiinada wax dhaqaajiya ama xataa yaani marka la naqliga waa kuwa waxay doonaan baa saarnaadaan waxa weeye alif almikaaniya tamartaas waa mid xagga farsamada ba alxaraariya ma waa kulayl jiim alkaharabaya waa leyd alxaraariya baa la isticmaalaya waa kulayl inta badan oo xataa marka midalan sidaa lagu subo dab uu dhaliyaa dabkaasi waxa wuxuu qarxinayaa sidaalka qarxaya dab uu isu bedelayaa dabkaas aad dabna qaajinayaan marka waa kulayl tadriib taalid waa leeliska saddexaad ajibka jawaab biqtisaari si kooban ama yali waxaan soo socda si kooban uga jawaab waxa weeye waahid ma noocu taaqa muxuu yahay nooca tamarta ah alladii tamartaaso allatii tamartaaso tajri ay ku socoto biha tamarta asufun maraakibtu ashraaciya tamarta ay ku socoto muxuu ahaa maraakibti shiraaca ku socon jirtay ee dabeyluhu wadeen een mashiinka lahayn maxaa la yahay tamarta ku socdaan tamarta waxa la yiraahdaa almikaanikiya oo mid xagga farsamada baa la yiraahdaa itniin oo qaab baa loo sameeyaa farsamo sharci baa loo xiriyaa dabaysha gelisa dabaysaas ku dhaqaajinaysa itniin ma noocu taaqati waa maxay nooca tamarta ah ama xooga ah allatii tastaqdimuha adeegsadaan almuxarikaatu annafaafatu mashiinada yacni la yidhaaha almuxarikaatu nafaafa ee diyaaradaha saaran maxay adeegsadaan waxa weeyaan waa addaaqatu alxaraariya waa tamar kulayl ka timaada weeyaan talaata hunaaka nawcaani halka waxaa jira laba qaybood oo min addaaqati kamida tamarta oo nastamiduhuma aynu ka helno min almiyaahi biyaha aynu ka helno udkurhuma labadaa sheeg labadaas waxay kala yihiin kuwa biyaha laga helaa mid waxa addaaqa alkaharabaaiya biyuhu layd baa laga dhaliyaa waxaa kaloo kamid ah addaaqa alxaraariya tamar xagga kulaylkaana biyaha waa laga dhaliyaa oo waa ti maraakibta uumiga ku socota lagaga shaqaysiin jiray biyaha baylka marka laga dhigo uumi kulul baa ka samaysta dabadna asufun bukhaariya kuway ku socon jireen weeyaan arbaca udkur waxaad sheegtaa mastaran il ay ka soo baxaan la daaqati tamartu oo laa yulawithu lbay-a bay-adda aan wax wasakha u samayn aan samaynin waxaa ka mid ah daaqa ashamsiya tacadeed waa ka mid waxaa kaloo ka mid ah daaqa almikaanikiya taxagga ka timaada farsamada oo gaar ahaan hawada iyo biyaha iyo kuwaas wasakh ma dhaliyaan oo qulun iyo qiiq midna ma sameeyaan khamsa malmuxarikaat waa maxay mashiinada allatii tacmalu ay ku shaqayso mashiinada ku shaqeeya
ببخار الماء ساخن مشينه ku shaqeeya uumiga biyaha kulul mishinada ay ku dhaqaaqa maxaa la yiraahdaa waxa weeyaan waa muharikaatu bukhariya baa la yiraahdaa waa mishinada uumiga ku dhaqaaqa mufradaad imkana waa kelimada gaar ah tadriib waaxid leeliska koobaad jamca kelimahaati waxaad keenta jamca kelimahaati taaliya jamca kelmadaha soo socda min nasi hadalkii hore ka soo qaad shucaa waa falaad marka waxa la yiraahdaa ashaca baa lagu jumcinaya falaado jihaz waa qalab maxaa lagu jumcinaya ajhiza baa la yiraahdaa ajhiza qalabiyo talaata saddun waa biyo xireen waxaa lagu jumcinayaa suduud biyo xireeno arbaca sadxun waa mathalan dusha sare ee guriga waa la sadx sadxun maxaa lagu jumcinayaa suduux sadxiyaa lagu jumcinayaa yacni oogada sare ee shayga ayaa la yiraahdaa suduux خمسة جسم واجد أما ورح وح كسول ثابن كرو واجسم أما هنولا أمي ينورانين وورح لا ثابن كرو أما هنولا أمي ينورانين أجسام بالو تجمعيا والحو ستة أداة وقلب لا أديك سدوح ضونها النقض وحلو تجمعيا أدوات قلبيو سبعة غرض وأجد يوح اللي هكسني أمل الدين لقبته وحلو تجمعيا أغراض وجدوين ثمانية منزل وقري وحلو قسم عليها منازل قريو وح تسعة خلية وأنو قير وحلو قسم عليها خلايا أنو قيو عشرة شكل وقاب شحن كشيء قاب كوليه هاي بلا شكل وحلو قسم عليها أشكال قاب كشيء شيء مثلا سو اسمه يسني هاي أيار هذا شكلي يمو قال كيسة أشكال بلا قسم عليها 11 ناعورة وعلى قلت معي نواعر وين صومرنا 12 المادة باشرة مادة والشيقة أما مادة تعليم ترى رجاني هنا قضاموه حضونا هنا قضو المواد بقى قلت معي مواد تدريب تاني لا يلسك لبعض سير بين الكلمتين لتاني تاتي يعني معا لبدا الكلمة ضد ايه وضا الصعودة قايبة هنا لبدا قايبتكو كل الشراء أدوكو استوحد هلك الضاقة بهالك أكو قرن الضاقة وحمركها لقدر إياه الطاقة الشمسية تمرت عدادة كتمادة وحقا عندما يكوتها لأوضا ميسا من أوه الرئيسة من أوضا ميسا لبدا قيبوتك الآونة وحلقة وحقا لقدر إياه الآونة الأخيرة حلقا إما كالضمبي دوانها هلك نقولنا هنا ويان بريها ضمبي المياه باكر هلك نقول المياه وحقا لقدر إياه حقا هو سي المياه الجارية بيها الصعودة الضواحين بالك نقول ومكيندها الضواحين waxa lagu daraya al hawaaiya makiinadaha ku shaqeeya hawada inta mar wax loo taago mar waxaasi deenimada ay dhaqaajinayso dabeedna uu saa ku dhaqaaqaya ashaca halka ku qoran waa falaaro waxa lagu daraya ashacatu shams falaaraha cadeeda ka yimaada tawliid baa halka ku qoran waxa marka la oranayaa tawliidu taaqa dhalinta tamarta oo daaqada lagu daraya asfur waa halka ku qoran xagga hoose waxa ku qoran ashraaciyatu maraakibti ku shaqeyn jirtay dooyihii shiraaca inta loo xiro dabaysha wadi jirtay tayaar baa ku qoran kaas waa qulqul iyo xoog marka hore tayaarun kahrabaayun qulqulka iyo xooga korontada haddana tadriib taalis layliska saddexaad ibxad waxaad baadhaa calil kelimaati erayada ataaliyati soo socda waxaad ka baadhaa fi mucjamin arabixiye carabiyan carbeed ka baadh wasajil waxaad dabeedna qortaa macaaniyaha macnayowga ay leedahay waaxid alistifaada ka faa'idaysi ka baadh istifaadada qaamuuska dabeedna macnaheeda qor nafaafa qor nafaafa waxa weeye maalan shay kasta oo nafasa haddii lagu yidhaahdo marka candhuufta la tufayo nafasa baa la yidhaahdaa markii abeesada iyo masku sunta tuurayaan nafasa baa la yidhaahdaa nafaafa waa diyaaradaha yacni had iyo jeer qaraxa weyn iyo maaragtay tuuraya nafaafa ee dheerani ثلاثة مظاهر ومقالدة شيء مقالدة أو الله استعماله مظاهر مقالدة وحويان شيء مظاهر ومقالدة مرة الله استعمال وحي يتشرة هي ظاهرة تشرتا مرة قبل تانا بعد الجاري هو مثلا بيها صعود أو كلي يكتسب أي هلان هو ورك مثلا شيء تمر أو هلا أو كلي المشكلة ما هو دباته كوانا بارو دبنا معنه هو دمرك قاموس كيش قرصدو أقر
hadaba ixtabir nafsaka waan ka qaadanay is imtixaan adigu waxa weeyo waa imtixaankii sideedad aanu qaadno waxa weeye 16 waxay ahayd 16 qaybood ay ka koobnaayeen 16kii qaybood ama chapter aanu soo marnay markeenu laba dhameeyna hal imtixaan ba ayaa la qaadiyay marka kan waa imtixaankii u dambeeyay xagga marka laga tiriyo waxaadadka oo laba waxaada marka dhameeynaba imtixaan ba raaca marka laba imtixaan oo jiraan oo mid kala barka aha oo markii 8 dhamaadeen la qaaday iyo mid kala qaadayo nihaayay oo ku dambeeyay labadaasina way jiraan al waxda taani hadaba imtixaankan waxaa lagaaga qaadaya labadii qaybood ee kala ahaa ama labadii cutub ee kala ahaa 15-16 waxdadii 15-aad iyo tii 16-aad labada chapter imtixaankoodi weeyaan awalna hadaba imtixaanka waxa u horeeya alqiraatu akhris akhriskaas waxa weeye iqra ma yari waxay nagu soo socdo marka hore akhri sumaqtar waxa doorataa aljawaab saxiixa jawaabta saxda adigu xulo oo ka dooro su'aalaha laga weydiin doono marka waxa weeye turjumatu waxa loo bedelay loo turjumay yaani loo rugay mi'atul kutub boqolaal kitaab oo al-cilmiyati cilmigu uu ku qoray yahay sayniska oo kale al-carabiyatu oo carabi ahaa ayaa loo rugay waqtiyadii hore ila luqati laatiniya luqada laatiniga la yidhaahdo ee ay ku hadlaan reer galbeedku ama ay ka farcamaan luqadahoodu ay ka beermaan wadurisat waxaa lagu dhigi jiray wadurisat waxaa lagu dhigi jiray durisat haadihi kutubu kutubtan in badan waxaa lagu dhigay fil macaahidi macaahidyada iyo wal madaris iskuulada iyo wal jaamacaati jaamacadaha al orobiyati ee reer yurub ayaa lagu dhigi jiray cilmigii muslimiintu ay qoreen ee sayniska xisaabta ahaa iyo cilmi falaga ahaa ee ay turjumeen boqolaalka kitaab ahaa ee ay luqada laatiiniga ka dhigeen ayaa lagu dhigi jiray macaahidada oo dugsiyada ah iyo iskuulada iyo jaamacaadka yacni reer yurub wa hunaaka halkaa waxaa jira kelimaatun ereyaa jira luqada laatiiniga luqada reer galbeedka luqada reer galbeedka ereyo carabiyatun carbeed kathiirantun oo fara badan oo ku dhex jira fi luqaati alawrobiya luqadaha reer yurub alxadiifati cusub imaka berigii hore laatiini baa lagu turjumay luqadahan cusub ay ku hadlaan ama ingiriis ha noqoto ama spain ha noqoto ama portugal ha noqoto luqadahooda waxaa ku jira erayo badan oo carbeed fa fi luqati isbaaniya luqada isbaanishka la yidhaahdo waxaa ku jira 4000 kelima 4000 oo eray oo carabiyatin carabiya baa ku jira oo luqa cilmiyeeda luqada cilmiga ah wa fi portugaliyati afka ay ku hadlaan portugal Portugiiska kuwan la yiraah luqada ay ku hadlaan waxaa ku jira 3000 kelima 3000 oo eray ayaa luqada Portugiiskana ku jira wa hunaag halka waxaa jira luqadaha reer Yurub ee nahwu 1000 kelima in u dhow 1000 eray oo min asl carabiyin asalkeedu carabi yahay oo ku jira luqada Ingiriisiyad luqada Ingiriiskana ilaa 1000 eray baa ku jira minha kunka aray waxa ka siimida nahwu 260 kelima 206 eray oo aasaasiyatin saldhig iyo gundhig ah oo yastacmiluha ay adeegsadaan almutaxadisiina dadka ku hadla bil ingiriisiyati af ingiriisiga fi xayaatim ay u adeegsadaan noloshooda alyowmiyati nolol maalmeedka oo maalin walba nolosha caadiga ah erayee 206 eray ah horta ilaa 1000 eray ayaa luqada ingiriiska ku dhex jira oo asalkeedu luqada carabeed ka soo jeeda ilaa 206 nolosha yoomiga ah ayaa lagu isticmaalaa oo dadka ingiriiska ku hadlo dhammaa ku hadlaan hadaba waa su'aalihi waa kuwan waaxid turjumad waxaa loo rogay alkutubu kutubta waxaa laga turjumay min alcarabiyati ila alingiriisiyati af carabi baa laga qaaday oo ingiriisi baa laga dhigay waa alifka ba alcarabiyatu af carabi baa laga dhaqaajiyey oo waxa loo turjumay ila laatiniyati laatini jim waxaa la turjumay alaatiniyatu afka laatiniga loo rogay ila carabiyati carabiga teebaad qaadanaysaa waxaad qaadanaysaa alcarabiyati ila laatiniya ee qaadanaysaa
arabi buu markii hore ahaa kitaab dibadna waxa laga dhigay oo inta laga dheegtay baa laatiini loo rugay asalkiisa carabi ah ee itniin alkutubu allati turjimat kutubta la turjumay kaanad waxay ahayd alif kathiratan jiddan kutub aad u badan ba qalilatan way yareed jiim mi'atu kitab boqol kitab bay ahayd waxaad qaadanaysaa marka kathiratan jiddan baad qaadanaysaa kutub aad u badan oo carabi ku qoran ayaa laatiini loo rugay intay ka eegteen ka dheegteen ayaa ka dhigeen maxay ay laatiini ka dhigeen cilmigii ku qornaa talaata alkutubu kutubtii allati turjimatii loo turjumay ee loo rugay kaanad kutuban waxay ahayd kutub fi ka hadlaysay alif al-adab suugaanta iyo wixii la midka ah ee ba as-saqafa waxay ka hadlaysay saqafadii aqoonta guud jiim al-culum waxay ahayd sayniska al-culum bay ahayd culumta kala duwan iyo cilmiga yacni maanta adduunyada lagu maamulayo ayay ahaayeen may ahayn cilmiyada iska fudud may ahayn oo ka culumkaa taxaysa arbaca hadii cadadul kalimaat al-arabiyya erayada carbeed ee kada tiradooda ee ku jira fil isbaaniyada luqada isbaanishka iyo burtugaaliyada luqada burtugiiska nahwu alif 7000 kalima waxay ku dhawaanayaan 7000 oo eray labada luqo marka la eego ba waxay ku dhawaanayaan 4000 kalima 4000 oo eray jiim 3000 kalima 3000 hadii la isku daro waxa la qaadanayaa kolka 7000 kalima 7000 oo eray ayay ku dhawdahay oo waa tii la yiri waxa ku jira luqada isbaanishka ilaa 4000 oo eray oo carabiya boortaqiiska ilaa 3000 oo carabiya kolka la isku geeyo waa ilaa 7000 خمسه يستعملون انجليز يستعملون انجليز انجليز هو استعمالا في حياتهم اليوميه نولشودا نولول مالميدكا اه وا وها مر ولبا لا استعمال نولول مالميدكو نولشودا وها يستعمالان الف 260 كلمه عربيه وا يستعمالان 206 اري او عربي اه اي استعمالان با نحو 260 ilaa 206 aaga eeg ilaa marka la yiraahdo naxwa hadii la yiraahdo waa iyadu yacni tahdiid ma aha in ku dhow yacni ama waxa dheeraadaan ama waxa ka dhinaadaan agagaarka 206 eray ayay isticmaalaan jiim aksara min 260 kalima carabiya waxay isticmaalaan nolol maalmeedkooda in ka badan 206 eray marka maxaynu qaadanaa ka dhexe ee ba'da nahwu 260 kalima carabiya ilaa 206 eray in ku dhow oo carbeed bay dhowr maalmeedka ingiriisku isticmaalaan sita durisat waxaa lagu dhigay alkutub cilmiyatu kutubta cilmiga ah fi oroba ee dalka oroba lagu baranayay biluqati luqada alif alcarabiyata af carabi baa lagu dhigay qarniyada badan lagu dhigayay ba alaatiiniya baa lagu dhigayay jiim alinjiriisiya baa lagu dhigayay marka keebaynu qaadanaynaa alinjiriisiya baynu qaadanaynaa alinjiriisiya sababtu waxa weeye sababtu waxa weeyaan afwan waxaanu qaadan alaatiiniya alaatiiniya oo maxaa kutubta asalkii hore carabi baa cilmigu carabi buu ahaa maxaa loo turjumay laakiin ila alaatiiniya baa loo turjumay marka iyagu baranayeen maxay ku baranayeen billaatiiniya bay ku baranayeen ma carabi kuma baranayeen laatiini bay ku baranayeen iyadoo turjuman oo cilmigii laga dhuuxay oo laga dheegtay luqada carbeed ayaa loo rogay waxa loo rogay oo laga dhigay maxay waxa laga dhigay laatiini baa laga dhigay saa daraadeed waxay noqonaysaa billaatiiniya ayay ku dhiganayeen iyagu cilmiga waxay ka dheegteen luqada carbeed laakiin waxay ku baranayeen bilaatiiniya oo luqadooda ahayd kaana naasu dadku wuxuu ahaan jiray filmaadii waqtigii hore yaciishuna waxa ku noolaayeen fii bay'aatin meelo deegaamo nadiifatin nadiif ah ay dadku noolaan jireen oo khaaliyatin aan lahayn min amraadi talawuthi cudurada ka dhasha wasikhowga cudurada ka dhasha deegaano aan lahayn oo nadiifa oo masalan miyi ah oo meelo yacni aan lahayn wasikhba gudaafadba ayaa lagu noolaan jiray berigii hore oon gudaafadoba lahayn
وكان وحي لا يعرفون ما بي أقوانين بأ تذكر بريقه هره من الأمراض عضرها إلا آلام الرأس مضحة حنون مضحة حنون كمو يعني حنون هذا مضحة كل عقف مضحة حنون هي السدع ومضحة حنون تذكر مضحة حنون بي قانين ونزلات البرد إيه نزلات البرد وحوي الزكام دريقة وتذكر كل عقف إيه وآلام المعدة على الحنون أي تذكر بريقه هره قانين مضحة حنون إيه دري إيه على الحنون صدح لا عذر أي تذكر مضحة حنونة إيه مربع على وش حنون تو إيه دري كل عمر يقانين قبل قدر بريقه هره أما الآن إمك فقد أفسد الإنسان تدك وحي خربين البيئة الديقانك يكون ورائين التي الديقانك يعيش فيها وكون ولا فلوثت تدك وحي وسخي الهواء هودا في الجو كترتا قبل كان سري هودا إنك سريسا أي جو وحل لأنت أقول حيثي عركة لك أي جو عركة لك برنان كون رحي وحل لهذا جو هذا هودا قبل كان سرات تاقن تدك وحي وسخيين ولوثت وحكروا وسخيين المياه في البحار والآبار بيو كتير بضها هي عرش كانوا وسخيين ودفنوا حقواصي تذكر النفايات النفايات وحيابها وسخ ذا يقد فدا في الأرض لوك حقواصي تذكر أما ورشدها كصهران أما قد فت كلاها نقدان يا سنتة يا لوك الواس فلو وثق تذكر وسخي التربة عمود لفتيدي يو النبات ترتيك سو بحيس الله بضبا وكثرت وحبتي الأمراض عذرها بتي في العصر الحاضر وقت يعني مكتشوجا عذرها دي بأمريكا بتي وكثرة وحبتي المرضى ضد كبوكا في المستشفيات اللي دخترها الشيفانة ويبديهن فعرفوا وحي برتين الناس ضدك إما كأركان أمراض عذرها جديدة عصب أو ما كانوا يعرفونها أنا أقولن في الماضي بريجي هلا مثل السرطان كانسر كا كمدة والعياذ بالله والأيدز باك كمدة والعياذ بالله ويسوون ايدس كوحان ليلة هذا وامراض القلب باق كمدا عضر هذا وضنها اياه كمدا والسكري باق كمدا عضر كمعان كليلة والقلق باق كمدا يعني والبحار ايو مروغو ايو دادك اسر هذا البطن ايو دوخ باق دادك كمدا وحيابها صرمي وحنون عصب ومبري جهر الاقون الاخ ايكو وكري حتى انتاكو مكوبني هذا وحلقا ودينا سؤالو وحوس أشهد طبعاً كان الإنسان في الماضي تذكر بريج وروح وهانشري بعيداً متكفق من أخطار التلوث حلسها وسخوجا ديجان ككرشة وكفجا بق يعيش تذكر حكون ولانشري في بيئات ديجانه خالية آن الحين وكمرن من أمراض التلوث عذر هذا كي ماذا وسخوجا جيم يفسد وروح وخرب شري تذكر بريج هراء البيئة ديجانك وحنا مركها قاضنا هنا يعيش بعض الله صحيا يعيش وحكونا ولا أنشري دادكو في بيئات ديغانو خالية كمران أو آن الحين من أمراض التلوث عضر هذا والسخوك كرشة تمانية واسو آشة استيلادي من الأمراض وحكمد عضر هذا التي عضر هذا جاءت مع التلوث والسخوك هو عضر هذا للسعودي وحكمد ألف آلام المعدة عضر هذا عروشة كمدة باء السرطان والعياذ بالله كاسا كمدة يعني كنسرك جيب الصداع الشديد ماذا حنونك أدقبا كميدا مرقا حينو قادنا هنا السردان عذر هذا الأركي انت ديغانو دو بسيخوه بين كنسرك كميدا تسعة واسو آشة سقالات أفسد وحو خربي الإنسان ضدكو مياه بييوغا ألف المصانع والآبار بيوغا ورشدها هي عيرش با البحار والانهار بيوغا بضها يو بيده جيم البحار والآبار بيوغا بضها هي عيرش قرقات هاسال قايو دميس جيمكا او البحار والآبار عيرش بضها هي عيرش وبيد يوغا هدي دولان بضها بي راعانا بدا معان بلا ولن كرا عشرة أفسد الإنسان تدكوح وخربي الأرض نلك وخربي فاللوث وحو وسخي ألف التربة وزراعة وحو وسخي عمودي يبار يبار شديبا با المياه والهواء وحو وسخي بيها إيو إيو هو ذا جيم الجو والآبار وحو وخربي
jawigii iyo oo hawadii saraa iyo ceelasha waxaanu qaadanaynaa taa horeeyso aturbatu wasiraa marka dhulka lagu saxayo waxa uu soo qobay camud iyo dalag laga beero labaduba إحدى عشر waa su'aasha 12aad lawada wuxuu wasaxay al insaanu dadku oo uu kharibay salaatada ashya saddex shay buu kharibay muhiimatin aad u muhiima hiya saddexda shay waxa weeye alif al jaw hawadii sare wal aabar ceelashi wan nabaad dhirti ba al jaw hawada sare wal ardu dhulka wa turbatu camuuda jiim waxaa la odhanayaa aljaw hawada sare walmiyaahu biyaha iyo watorbatu camuuda taa dumaysala saxaya hawadii sare iyo camuudii iyo biyihii waa inta nala soo ahayd intiiba bini aadan kuu kharibay hawadii la neefsanayay iyo biyihii la cabayay iyo dhulkii lagu noolaa la beeranayay intaba la wasakhay marka 12 waa su'aasha 12aad fil casri alxadiid waqtigan cusub ee imika la nool yahay ألف قلت الأمراض عذر هذه بيراضي وزاد عدد المرضى تتكب كثير عذر ويبضطي ب قلت الأمراض عذر هذه بيراضين وقل عدد المرضى تتكب كثير عذر ويرتاي جيم زادت الأمراض عذر هذه ويبتين وكثر المرضى تتكب كانوا ويبتين تعود مثال صحيا عذر هذه ويبتين عذر عصبة سكر لا ديوك سكر لي تتكي حنوسين ويبتين 13 وسؤال 16 الأمراض عذرها في العصر الحاضر وقت قريب كله شو عذرها يعني عصب إيه هرو تري ترين الأمراض قبل 100 سنة الأمراض عذرها الأمراض في العصر الحاضر عذرها وقت قريب كله شو سئيهين يسئ قرشود يهاي الأمراض قبل 100 سنة بقول سنة قهر مثل واسد إمك أيهينون walka sala gelinaya banaan oo maxaa loornaya al-amradu fil asr hadir mithl amrad qabla 100 sana cudurradan imanka jooga waa kuu 100 sano ka hor joogay oo kala uun ama waxa loornaya al-amradu fil asr hadir cudurradu waqtiga imanka jooga akthar min al-amrad qabla 100 sana way ka badal yihiin cudurradii jiray 100 sano ka hor 13 وهذا نمرك لباس سؤال سحوي الأمراض في العصر الحاضر أقل وكيريهين من الأمراض عذره دي شري قبل 100 سنة بقول سنة قهر عذره دي شري كوا مانتا كير مركا وحالا قادنا أكثر وكبدينهين من الأمراض قبل 100 سنة عذره دي شري أدونك كتري بقول سنة قهر وكوا آن شرين بأ أيا شوغة 14 من الأمراض وحا كمدا cudurada allatii cudurada caraf hal insaan uu yaqaanay dadku qadiiman barigii hore asudaac wa zukaab madaxanuunkii duraygu kamid buu ahaa ba al aids wa sukari aids ka iyo macaanku kamid ahaa jiim al qalaq wa maradul qalbi wal bahaarka iyo cudurada wadnaha kamid ahaa iyo cudurada yaani isku buuqa qofku hal iyo jawl bahaarka iyo dhibaatada haysto waxa la qaadanaya marka alifka u horeeya asudaac wa zukaab aw hore waxa la yaqaanay waxa kamid aha madax xanuun iyo duray dadka ku dhaca 15 waa su'aashan 19aad mowduuca hadii fiqra mowduuca ay ka hadlaysaa fiqrada hadalka aan soo sheegney ar-raayis ugu muhiimsani huwa waxa weeye alif atalawuth wal amraad wa wasakhowga iyo cudurada ba talawuth almiyah biyo wasakhoobay weeye jiim al-amraadul jadida waxa ka hadlaysaa cudurada cusub waxaan markaa qaadanaynaa الفين صحينا الأمراض التلوث والأمراض والسخوق الديجان كي عذر هذا كدشة تاسي أي كهلي ثانيا التراكيب والقواعد وعم قال الله يا تراكيب تواجملون كي قواعد ضع علامة الصواب علامة الصح كقر بجانب الجملة الصحيحة جملة الصح ده علامة الصح سي وعلامة خطأ علامة غلط كقر بجان الخطأ خلط جملة خلطنا وعطوك قرطة خلط سؤال كوباد قيبت ألفك المسجدين جديدان المسجدين جديدان
لبدا مسجد وي عسبيهن با المسجدان جديدان لبدا مسجد وي عسبيهن وحن مركا صحيسا تبأضا او صحا تهروا غلط ما هي يلي مبتديه ايو كدغه منصوب قوين الف لو تاغاهيد المسجدان جديدان لبدا مسجد وي عسبيهن سؤالها لبعض قيبت الف كا سام المسلمون مسلمين تي وي صومين با سام المسلمين مسلمين تبا صومي كيبا لا صحيا كالف كاه او ام حي سام المسلمون ما لا قلديا سام المسلمين ما هيلي كان دم بفاعلكي ايو منصوب كدغي او كو كربيا كا هورنا وا كصحدا ثلاثه الف قيبته ودخا وي ادعو الى الله ادعو الى الله با ادعو الى الله كيبان لبدا صحينا ادعو الى الله الهي ددك اوغو باق يا دينتا با ادعو الى الله ددك الهي اوغو باق marka waxa la qaadanaya eeg ادعو marku ku yiri ادعو oo jamacayna wajirta dadka ugu baaqa ah iyada oo aan ahayn wajirta imiga tan marka ma waa jamaacaba ma maaha maxaa u daliila alif yara lama daba dhigin alif tafriiq la oran jiray haddii alifkaasi jiri lahaa boogaas jamac buu ahaan la sax buu ahaan la imiga laakiin ma daba yaalo dabeedna maxay noqonaysaa qalad waayo waa ficil amar mu'tal ah waxaa lagu bilaabayaa cala xadfi xarf al-illa ud'u ba marka sax ka damana waa qalad arbaa waa su'aasha afraad alif qaybteeda koobaad ad-dullabu ardaydu yadrusu waxay baranayaan al-luqata al-arabiyyata luqada carabeed ba qaybteeda labaad ad-dullabu ardaydu yadrusuna waxa dhiganayaan al-luqata al-arabiyya luqada carabeed bay dhiganayaan keeba saxa ba la saxaya sababtu maxay tahay ka hore ficilkii mudaaric buu reebay oo nuuntii xadfay bixir jaazim isagu wax reebayaan aanu jirin kan dambe ba la saxaya khamsa alif qaybta waxa weeye koobaad lam aqdi al-udlata fi baladi kumaan soo dhameysan fasixi wadankayga kumaan soo qaadan ba lam aqdi kuma soo dhameysanin al-udlata fasixi fi baladi baladkayga keeba la saxaya alif ka saxa maxaa qalad baad waa qalad maxay qalad ku tahay xaraf jaazim oo lam aba ku jira xarf ficilihi lama goyin oo yaadi buu daayay ka hor yaadi buu xadfay kaasa laba markaa saxa sita waa su'aasha lixaad alif qaybtiisa koobaad yaa dullaabu ardayahay laa tatrukuuna salaata salaada ha ka tegina ba yaa dullaabu arday laa tatruku salaata salaada ha ka tegina keebaa saxa keebaa qalada alifka qalada baaduna waa sax oo alifka muxaa qalad ka dhigay laa tatrukuuna salaata isagoo jaasim ku jira laadin nahyad ahayd ayuu nuuntii daayay afcaalu khamsa ee calaamada ahayd jazmaa in la xadfaay ahayd kana wuu ka jaray wuxuu yidhi yaa dullaabu laa tatruku asalaata salaada ha ka tegina halkana waxa weeye saxiix al-akhtaa waxa saxda waxyaabaha khaladka ah fil kalimaati lati taxtaha khat kelmadaha xariiq ku hoos yaal qalad baa ku jira ee qaladka sax halkan muxuu ku qoray wuxuu qoray laa taakulu at-ta'aama al-har cuntada kululha cunin qalad baa jira qaladkaas waa maxay laa naahiye oo jaazima baa ku jira ficilkana uu goday laa taakul inuu hadeed laa taakul ha cunin at-ta'aama al-har cuntada kululha cunin itiniin su'aasha la wax weeye fil islaam diinta islaamka waxaa ku jira ciidayni laba ciidood baa ku jira oo ciidul adxa ciidul fitri ah halkaa khalad baa ku jira maxay ahayd ilaa waa khabar waa mutadiyo muakhara inuu godaaba yahay muu godanayaa buu geliyey fil islaami ciidaani baa odhan laha waxaa ku jira islaamka laba ciidood dabeedna waa qalad ciidaani baad markaa qoraysaan talaata iqsil fuuka afkaaga mayd qabla alakli intaanad waxba cunin imikana qalad kalku ku jiraa wuxuu hoos dhigay fuuka waa mafcuul waana asmaaul khamse maxaa lagu kordhabaa alif muxuu odhan lahaa iqsil faaka afkaaga mayd qabla alakli intaanad waxba cunin dabeedna qalad baa ku jira arbaca qaabala tabiibu almariidaan wuxuu eegay dhakhtarkii labadii bukay ee qof ee bukay uu eegay oo uu la kulmay markaa imikana qalad baa ku jira halkee la dhigay almariidaani baa la dhigay labadii bukay maxaa la odhan lahaa waa mafcuulkii in yaa lagu korobay ahayd oo la yidhahda qaabala atabiibu wuxuu eegay dhakhtarku almariidayni labadii bukay inuu dhahda ahayd
تبعنا هو غلط آه خمسة سؤال سنة دحوي غلط لقصة حياة سأقابل المهندسون وحنلا كل من دونا إنجنير هذا أي أنلا كل من دونا غدا بري إن شاء الله هذا لقى إما خلت باكرة هو الله هاصلي المهندسون وهو مفعولك إنه كر ربيها إنه كر ربيها مو كر بينه وجدينك أو وح الأرن لها سأقابل وحنلا كل من دونا المهندسين إنجنير هذا غدا بري إن شاء الله هذا لقى احترم أبيك أبها حرمه يا عبد الله عبد الله ووالدها حرمه إيه كنا قالت باكوترا ويوافع أسماء الخمسة وخاصر بإمكة ويا أبوك خاصر بي ونالفوك الربايا هيد احترم أباك أبها حرمه يا عبد الله عبد الله ساسو ورن لها سدح سدح بقى لقوه ليا دريتشو سؤالها تاهرن وحا لقوه ليا شن يتمن دريتشو أكمل كبوحي بوضع الكلمة الصحيحة كلمة الصحة دائرة دكتو مما بين القوسين كلمة ذاها كتير الله بضع قوس دحدودة هل كبرنان تصحة دائرة محمد المحمد بالأقولي إلى مصر محمد المحمد إلى مصر حق مصر مركا محلونا يا أقد محمد المحاك وقرا سفر مسافر السفر وقرا حالنا مركا محمد المحمد مسافر إلى مصر أي سفر إلى فعل هو سافر محمد قرا سفر مركا حالنا يا مسافر وصعدا إلى مصر بوصعدا يا طالب لن غدا إلى المدينة. بحالك أكو قرن مك تذهب قوس محاكو تر تذهب تذهباني تذهبوا أنت أصاكو قرن تذهب تذهباني تذهبوا تبعت قادة نساء تذهب بعض قادة نساء. بحالنا سمركا يا طالب أرض يهو لن تذهب ما تجيسد غدا بري تجي ما يسد إلى المدينة مقال المدينة بري ما تجيسد. الله توح الله استعمال واحد صوص عضون بري ما تجي دون تدويان. مرات أصاب قائلا تذهب الرجلان ثلاثة الرجلان لمبا لقولي إلى العمل اليوم حق الشغضة ما أنت ما لقولي لبضين مايا حق الشغضة ما أنت ساسا كقر مرات محاط مرات أصاب قائلا نساء يذهبا يذهباني يذهبوا ستح أصاب قر كيفات قائلا نساء مرات واحد قائلا نساء يذهبا هون نساء الرجلان لبضين لم يذهبا ميتقين إلى العمل الشقادي ميتين اليوم مات وحالكم قرن أربعة سؤال أفراد ضع الطعام انتظر لك فيه ده حد ده جلي هل كي فاكا فوكا فيكا صدح صاف قرن وأنا أفكاك تيبات قادة نساء فيكا إلا بحاظ مكاو نساء ضع الطعام في فيك بلوني مكا ضع الطعام في فيك انتظر أفكاك كرد أرونا مركا تاسع لقادنا يا والله أعلم بالسواب بالله التوفيق.